الريشة والألوان تصنع الفرق، هذا ما آمن به طلاب مركز أدهم إسماعيل للفنون التشكيلية العريق في دمشق، وهم يخرجون إلى الحياة الثقافية بمعرض يعد ثمرة جهودهم خلال العام الماضي. الورد على بساطته على قد ما بيعطي سعادة، على قد ما بيعطي له معاني كتيرة، رغم يمكن دورة حياته القصيرة بس بينشر كتير معاني وبيعطي معاني حلوة. حبيت يعني لوحتين إنه جسد هذا الشيء، وإن شاء الله يعني الأعمال الجاية. البورتريه حسيت حالي حابة أكتر اتجه لموضوع رسم المدينة، وخاصة مدينة دمشق، يعني مو لأني شامية أو لأني ساكنة ضمن أحياء مدينة دمشق، بس أنا فعلا يعني بما أني بروح وبيجي من البيت وبمرق دائما أحياء دمشق بحس حالي سائحة يومية. لوحاتي بتعبر بشكل عام عن عمارة دمشق. طبعا كان في لوحة ثالثة هي دمشق القديمة. اللوحة الثانية عم تعبر عن محاكاة الماضي والحاضر بمدينة دمشق، اللي هي الاتكية السليمانية مع منظور الفورسيزن. فعم يكون عندي هذا التضاد اللوني والتضاد المعماري، هو اللي خلق لي الجمال بهي اللوحة. لوحات تنبض بالحياة في قاعة المركز الثقافي في أبو رمانة. مواضيع منوعة، تقنية تصوير ذاتي، المواضيع تمحورت ما بين التراث الشعبي والبورتري، ما بين القضايا الاجتماعية، المناظر الطبيعية، الطبيعة الصامتة، الورود، الحصان العربي، الميلوية. فهي المواضيع كان الخيار للطالب، هو يختار الموضوع بدراسة بإشراف لجنة التحكيم يلي هي فريق العمل بالمركز من المدرسين. وبرعاية كريمة من وزارة الثقافة والوزير الأستاذ محمد الأحمد، سنرى دائماً معارض لفنانين الشباب ترسم حكاية أمل وألم ووطن لا يموت. المعرض مستمر، أنعشوا قلوبكم بالفن.